جمهورنا الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معنا فنان متألق، فنان مغربي اللي غني عن التعريف، معنا سي عبد الله البياتي. مرحبا بك سي عبد الله. شكرا على هذه الاستضافة، وانا سعيد جدا بتواجد ديالي معكم في هذا الحفل لتكريم المرأة. الاتقان عبد الله بواحد الطريقة اللي هي عجيبة للأغاني للفنان الموسيقار العربي محمد عبد الوهاب، شنو ممكن لك تقول لنا سي عبد الله؟ الحمد لله كنحاول نقلده، وكنحاول مدرسة ديالي الأولى وتوفقت الحمد لله نوعا ما على ملي كيقول لي الجمهور، والحمد لله انا سعيد بهذا الشبيه هذا. شنو الجديد ديالك في السوق؟ واش كاين شي اغاني، كاين اعاده اغاني جديده بتوزيع قديمه مثلا بتوزيعات جديده، ولا كاين اغاني اللي هي خاصه ديال عبد الله البياتي؟ انا كنت سجلت البوم ديال الموسيقى الروحيه من الالحان ديالي، والحمد لله كان لقى اقبال كثير. ودابا عندي فكره ان شاء الله انني وبدت فيها انني ديك الاغاني الكلاسيكيه ديال محمد عبد الوهاب نعاودها بتوزيع جديد، وواحد صيغه اخرى، واحد كشكول، واحد بواحد طريقة جديدة. من بعد ألبوم قف بالخضوع، واش كاين العمل على ألبوم جديد إن شاء الله في القريب؟ إن شاء الله أنا الميدان ديال السماع الصوفي والموسيقى الروحية عمري ما نتخلى عليه، حتى هذيك المدرسة الأولى ديالي، وألبوم ديال قف بالخضوع شرفني أنني كنت درت ديك الألبوم هذاك، وإن شاء الله قريب ان شاء الله يكون البوم تهوى تما قف بالخضوع يجوج ان شاء الله. شكرا سي عبد الله البياتي على قبول الدعوه. جمهورنا الكريم، نلتقي بكم في حلقه اخرى مع ضيف اخر. شكرا.